السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. بشكركم جدا على كلامكم الجميل وتشجيعكم ليا، يا رب ما يحرمني منكم ويخليكم ليا. بشكر كل أصحابي وحبايب قلبي اللي من الوطن العربي كله، أو بشكر كل الوطن العربي كله عشان ما انساش مثلا بلد وأقول بلد، عشان إيه محدش حبايب قلبي يزعل مني، لان انا معلش الذاكره بقى على قدي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم، امين يا رب العالمين. ويبعد عننا الامراض والاوبئه يا رب، يا رب تبعد عننا الاوبئه والامراض في الشهر الكريم ده يا رب، من كل الوطن العربي وكل بقاع العالم يبعد عننا بقى، عشان خلاص احنا استوينا بقى، احنا دخلنا في السنه الثانيه يا جماعه. ادعوا معانا كده في اليومين دولت، ايام مفترجه كده، ربنا يبعد الوباء عننا وعنكم وعن كل الدنيا، امين يا رب العالمين. في حد قال لي ليه يعني بتاكلوا السمك مقفول؟ في الوجه البحري اللي هم الناس السواحليه، اللي هم مثلا تلاقي البعض منهم في اسكندريه، في دمنهور، في اي بلد ساحليه، الوجه البحري عموما عادات من زمان قوي بياكلوا السمك مقفول. يقول لك يعني هو كده احسن، يعني هو زي ما هو خلقه ربنا كده، هو مقفول بطنه كده احسن. وفي الناس اللي هي في الوقت بتاع دلوقتي اللي هم بتوع العصر ده، يعني يقول لك السمك افضل، البوري بالذات تاكل وهو مقفول، لانه بتبقى نسبة الدهون في كتير عند البطن، فكل السمكة طول ما هي بتتشوي الدهون دي بتسيح، فبالتالي بتطري السمكة وبيبقى طعمه أحلى. وكده كده الناس لما بتاكله ملهاش دعوة، هي بتاكل السمكاية اللي حواليها كده وما بتجيش ناحية البطن، فما فيش أي مشكلة فيه يعني، كويس. بل بالعكس بتهيألي يمكن أفضل، يقولك بدل ما يغسله، أنا عارف هو بيغسله إزاي وبيفتح بطنه إزاي وبيحط مية عاملة إيه فيه، ده كده افضل واصح وانضف يعني. ففي ناس، حتى في ناس في المصريين برضو بيعملوه بنفس الطريقه بتاعت اللي هم السواحلية. طبعا انا هنا في الشقه الترويق ما بيخلصش، طبعا انتوا عارفين ان انا فضيت اوضه النوم، وطبعا بقى مش قادره اقول لكم اوضه النوم دي يعني كانت عامله زي العشش العنكبوت من كتر ما فيها كراكيب. طبعا كان فيها كتب بتاعت كنت انا بدرس في مدرسه وانا كبيره كده، وانا ست عجوزه وكبيره كده، كنت بدرس في يعني في مدرسه، فكنت جايبه كتب ادويه بقى، كتب مش عارفه ايه، حاجات بقى، شنطه سودا اللي انتوا شايفينها دي مليانه مليانه كتب، كتب عن الطبخ وكتب عن التعليم والكلام ده كله. طبعا انا بيبقى يعني دايما، انا مثلا بقالي 21 سنة او 22 سنة في الشقة دي، كان عندي هدوم كتير جدا جدا. طبعا انتوا عارفين ان انا كل يوم بروح الشغل وباجي اخر النهار، ببقى فيه هدوم كتير جدا عندي نفسي البسها، يعني نفسي كده اقعد في البيت والبس واتزوق وبتاع زي اي ست كبرت صغرت. مش دي القصة، ان انت ايه بتبقي على طول قاعدة في البيت، تبقي نفسك تلبسي بقى براحتك وتتزوقي وتعملي ومش عارفه ايه. ابص الاقي الايام بتجري والهدوم اللي عندي ما بلبسهاش، اقول بكره، بعده، الشهر الجاي، السنه الجاي، مين عارف، مين عالم، يمكن اورث خالي اللي في البرازيل ولا عم اللي في امريكا، ويبقى معايا فلوس كتير واقعد في البيت واتفسح وانبسط براحتي والبس. ده انا دايما اقول لنفسي الكلام ده، يا ست سيبي بس خلي الحاجة دي. كل يوم يا جماعة، يوم ورا يوم ورا يوم، فات كام سنة على الكلام ده؟ حاجة وعشرين سنة على هذا الموضوع ده. الهدوم اللي كان نفسي فيها وابقى نفسي ألبسها ما بلحقش ألبسها، لأني بخرج الصبح وباجي آخر النهار مهدودة، لا هلبس ولا هقلع ولا هعمل. كل سنة أطلع الكراكيب وأشوف، أقول خلاص ده العمر عدى وجري، خلاص انتهى. بقيت لما هدومي كلها، نص هدومي تقريبا كلها، اول حاجات اللي نفسي فيها قليل، اول حاجات اللي خليتها وزعتها كلها، وقلت خلاص في هدوم خلاص ما بقتش تلقلي ان انا البسها، انا كبرت عليها، في الوان وفي ما اعرفش ايه وفي ايه،
خلاص كل الحاجات دي ما تلقليش، فانا ايه هوزعها. طبعا حتة الدولاب اللي اوضه النوم، ان انا قلت طب ما ارجع تاني الهدوم لما لسه اوضه النوم ما اتباعتش، قلت لسه هرجع تاني الهدوم، لا مش هرجعها، لان انا قررت ونويت ان انا خلاص اوضه النوم دي هبيعها، فبالتالي انا مش هرجع احط فيها هدوم تاني، لاني فعلا انا الاوضه كبيره زي ما قلت لكم، كبيره جدا، وصدق الشباك اللي مفروض يعمل تهويه، حتى البطاطين كنت حاطاه في الدولاب اهي زي بطانيتين اهم، حطيتهم علشان مش لاقيه مكان احطهم فيه، حطيتهم على السرير زي ما انتوا شايفين كده، وغطيت عليهم بالملايه لحد ربنا ما يفرجها. بس هو فعلا اللي اوضه النوم كانت يعني هو وحش وحلو. ليه وحش وحلو؟ وحش ان الاوضه كبيره جدا وكل الكراكيب اللي انت عايزاه واللي انت مش عايزاه بتحطي فيها، وحلو الدولاب في البيت طبعا لانه بيلم كل حاجه البيت، اي دولاب في البيت بيلم حاجه البيت كلها، يعني انا عن نفسي بتحط فيه فوط، ملايات، هدومي، اي حاجه عايزاها مش عايزاها تلاقيني حطاها فيه. بس عايزه اقول لكم يعني طبعا ده الدواء بتاعي، دواء كحة ودواء مقويات ودواء حاجات ساعة ما كنت تعبانة، فيعني ايه عمالة ارتبه كده، وورق بقى وصلات نور وصلات ايجار وصلات ما اعرفش ايه، يعني قلت كل يوم اروق حاجة كده، لان انا بصراحة مش قادرة، وشايفة المنظر مش مريحني نفسيا، وفي نفس الوقت مش قادرة اعمله كله مرة واحدة، فاضطريت بقى ان انا زي ما بقول لكم كده ايه احط دي الملاية انا بتغطى بيها، وزي ما والتراب بقى مش قادرة اقول لكم، يعني سيبكم الكراكيب، التراب كمية رهيبة. ليه؟ لان انا عندي النجارة بتاعتي سوقي. يعني ايه سوقي؟ نجارة اي كلام، النجارة ما هيش النجارة اشتريتها من السوق جاهزة كده اي كلام، فشايفين التراب، ما انا ما بفتحش، شايفين التراب عامل قد ايه؟ ليه بقى؟ كتر التراب ده بيجي من نجارة السوق. لو في مثلا ألموتال معمول الشباك او بتاع باب البلكونة معمول ألموتال هيبقى كويس، مش هيدخل كمية التراب دي، فزي ما انتوا شايفين كده التراب ما بيخلصش. لكن على قد ما قدرت هو روقت، على قد ما قدرت عملت اللازم، والحمد لله على كده. بشكركم جدا على كل كلامكم الحلو ودعواتكم ليا، يا رب ما يحرمني منكم. والله يا جماعة انتوا اللي بتدوني طاقة وبتدوني امل وبتساعدوني، لما يعني انا بفرح بجد، وانتوا طول ما انتوا بتتكلموا معايا ربنا يخليكم ليا وتفضلوا صحابي على طول.